هو في الآثار أن من مات مصرا على الغيبة فهو من أول من يدخل النار، ومن مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، من أواخر من يدخل الجنة إذا مات تاب منها وقلع منها، لكن قد ملابها صحائف. يا لطيف. ولا يغتب بعضكم بعض، مثل الله دناءة هذا المسلك، هيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يقول الجنيد بن محمد شفت سائل في الطريق فقلت في نفسي هذا عنده قوة، لو صرفها في الكسب ويكف نفسه عن سؤال الناس أحسن. قال لما ذهبت البيت أخذ القيلولة رأيت جيء بذلك السائل وضع ميت بين يقول، وقال كل لحمة فقد اغتبته. قلت سبحان الله، إنما كان خطرة خطرة في خاطري، ما كلمت أحد. فقال فقيل لي مثلك لا يسمح له بمثل هذا، حتى خطرة من عندك عيب. أنت عرفك الله من جلاله وعظمته وسر تصريفه لعباده شيء كبير، ليش تعترض؟ ليه بقلبك تغتاب؟ الله أكبر. ولا يغتب بعضكم بعضا.